بدون قناع، بدون افتعال، بمنتهى الصدق هتقول حاجة للناس على المسرح. طبعاً الوقفة صعبة، مش محضر حاجة أقولها. أتمنى ما يكونش حد زعل من كلامي، والمثل بيقول الجنة من غير ناس ما تنداس. مش معنى أني بقول أن أنا همي رضا ربنا عني، فأنا ما يهمنيش زعلكم. بالعكس، أنا متوثق أن في يوم من الأيام أكيد أي حاجة، يعني أي حقيقة ما بتتخباش، وأي حقيقة ما بتبقاش، مفيش حاجة فاضلة، لا حزن فاضل دايم ولا فرح دايم. فأنا بعتبر أي حاجة وحشة حصلت لي أو حلوة حصلت لي هي حاجة وعدت خلاص. وأكيد حبكوا عندي مهم جدا، بس مش على حساب أكيد ربنا سبحانه وتعالى. أتمنى إني لو ربنا كتب لي وعملت شغل جديد يعجبكوا، لأن دي الحاجة الوحيدة فعلا تبسطني. أشوفكوا على خير، تصبحوا على خير.